حبيبتي لارا، أنا أختك رشا. لارا يلي كانت صغيرة كتير هلأ صارت كبيرة وحلوة. ما عاد اسمح انه نفترق بعد اليوم. نحن راح نضل مع بعضنا دائما حبيبتي لارا، نحن ما عاد نفترق ابنه. انا ما بقدر اوصف لك قديش اني مبسوطه لاني لقيتك. أنا ما بدي إياك تنادي لأختي مرة تانية، أوعك تقولي اسمي على لسانك. لا لا أختي لارا، ما رح تكرهني بعد ما لقيتها، ما رح اسمح لهالشي يصير. لارا 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 بترجاكي وقفي. لارا لارا اسمعيني ولو مرة واحدة، بترجاكي وقفي شوي. أنا صرت قريبة منك من دون ما أعرفك. بس بعد ما عرفت مين بتكوني أنا ما عاد بدي اسمع منك ولا شي. اسمعيني منيح، إذا في حدا بكرهه بهالدنيا كلها فهو أكيد أنتي. لارا لا تحكي هالحكي. بكفي بقى، ما عاد بدي اسمع منك ولا كلمة. انت بهداك اليوم ساعدتي البنت الغريبة من الحريق، بس تركتي اختك حبيبتك تموت هونيك، يمكن لاني كنت عبء عليكي، ما هيك يا رشا؟ قلي لي انت ليش رجعتي لعندي، شو بدك مني؟ اتركيني بحالي بقى. من هداك اليوم نسيت انه في عندي اخت، لانه ما بشرفني تكون اختي رشا، عم تفهمي؟ وانتي ما صرت رفيقتي القريبة إلا لأني كنت مفكرتك بيان، وما تخيلت أبداً أنك تكوني أختي. أنا بكرهك، بكره حالي لأني كنت بيوم أختك. لك انتي ليش رجعتي على حياتي رشا؟ ليش؟ روحي من هون، يلا روحي رشا. لارا أنا بدي خلصنا. أنا عم حذرك رشا، إذا بقى بشوفك قدامي فرح تندمي لأنه ما بتعرفي شو ممكن ساوي. ماما يلا نروح، أنا ما عاد فيني ضل هون أبدا، يلا أمشي. رشا لارا، رشا رشا روح الحق. لارا لارا بترجاكي وقفي. لارا استني لو سمحتي اسمعيني شوي، بترجاكي لارا اعطيني فرصة واحدة بس لحتى احكي لك. لارا لارا بنتي، لارا وقفي بترجاكي. رشا استني شوي. رشا لارا. صح ما وصلنا على المطار قبل لرشا، بس لارا تصرفت لحالها. هلأ لارا بتكره رشا فوق ما بتتصور. شو القصة مدام رانيا؟ هي أول مرة بشوفك فيها مبسوطة، تنبسطي لما بتشوفي القرايبين عم يتخانقوا. شو بتقصد بحكيك؟ صح مبسوطة، بس لأنه لارا ما راحت مع رشا. ومعنى هذا الشيء إنه في عندي فرصة تانية لنفذ كل خططي. وشو هاي الخطط؟
إني روح هلأ أطالع اللي اسمه رشا من حياته لابني وروح لعند لارا ورجع علاقتها بسامر. بس مدام رانيا رشا بنت عنيدة كتير، وخصوصي إذا كان الموضوع بخص أخت لارا. يعني برأيك شو لازم أعمل هلأ؟ أنت لازم تزيدي الكره اللي جوات لارا لرشا لحتى يضلوا بعاد عن بعض، وبس حاول رشا تقرب منا لارا رح تبعد عنا وتصدها دائما. اللي كيف؟ طيب ليكي، الهدف بحياة رشا ترجع أختها لارا وبس، ونحنا لازم نساوي هدفها للارا إنا تدمر أختها رشا. هلأ رشا ما بدها غير أختها لارا تحبها وترجع لها، هذا كان هدف حياتها من 10 سنين. وهي القصة كانت أكبر خوف بحياتي، وللأسف صارت اليوم. بس انت ما شفتيها اليوم شو عملت مع رشا؟ بس بنتنا لسه ما سافرت، وهلأ أنا رح ضل خايفة طول ما رشا هون، لأنه مستحيل تفقد الأمل. وبكرة إلا ما يجي يوم وتقدر رشا تغير لها رأيها وتاخدها. ماما، بابا، بدي أقولكم أني ما ضلت هون لأنه بيان طلعت أختي. أنا ضليت اليوم حتى ألكن أنه اللي صار بالمطار ما بيهمني، وحتى لو أنه بيان طلعت أختي فهذا الشيء ما بيعني، لأنه رح أضل عدوتي. ماما أنا بنتك وأنتي رح تضلي أمي. وضليت كمان مشان شي تاني، ضليت هون لحتى انتقم منها واعمل فيها كل شي عملته فيني وقت كنت صغيرة. بدي تحس بنفس الشعور لما خلتني لحالي بالوقت اللي كنت محتاجتها. انا من اليوم بدي خلي رشا تصرخ وتتوجع مثل ما وجعتني لما كنت صغيرة. هي كانت دنيتي اللي انا عايشتها يا امي، وكنت حبها كتير ودائما نلعب سوا. بس هي رفضتني وطلعتني برات حياتها وانقذت الغريبة من الموت وتركتني عم صرخ. وهلأ انا كمان بدي اعمل معها بالضبط اللي عملته هي فيه. هذا اللي خلاني ضل هون ماما، بدي انتقم منها.